واحد خلاص تمام. اخي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. خير اخي؟ خير اخي كيفك؟ اخي كان هون في بنت، انت كنت عامل حالك نايم ولا كنت نايم؟ سرقت منك كيس الرز وانت فقت، ما حكيت معها شيء. ليش ما حسبتها؟ هي حراميه. عادي اخي، ما في شيء مستاهل، كله رز اللي اكلته عادي. اخي شلون ما هي مستاهله؟ هي البنت حراميه ولازم تتحاسب. سرقت منك ولا انت اصلا عملت هيك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ايه اخي اصلا انا عملت هيك لحتى تاخذ الرز. عملت هيك لحتى تاخذ الرز؟ ليش بقى؟ ليش عملت هيك؟ لأنا يا أخي هاي البنت مسكينة ومو ملاقية تاكل. مسكينة؟ هي مسكينة. حتى لو مسكينة يا أخي ما بصير تسرق، أنت هيك عم تعلمها على السرقة. اسمع يا أخي هيك كلمتين، هاي البنت ما بتقبل السرقة من حدا، وأنا خلص عودتها إني أنا كل يوم حط لها هالرز، حط لها بقلبها مصاري كرمال تاكل. خذي يا عمو، خذي هاي. خذيها قبليها مني، اعتبريها هدية. أنا ما بقبل سرقة من حدا، يعطيك العافية، السلام عليكم. هاي كيف بدي ساعدها أنا؟ خليني الحقها وشوف وين بيتها. وهي ما عم تسرق، هي اللي مو محتاجه ما بتعمل هالشيء اصلا. يا اخي هاي البنت اخوها عاجز، الله يعينه ويعين هالعيله، ابوها وامها ناس تعبانين، هي عم تاخذ هذا الاكل لحتى تروح تاكل هي واخوها وعيلتها. انا بعرفهم وشفت وضعهم، لهيك انا عم ساعدها. والله الله يكتر امثالك يا اخي، الله يجزاك الخير. انا مبين البنت عم تسرق. يلا ما في مشكله، الله يعطيك الف عافيه، يكتر امثالك. بدك شيء مني يا اخي؟ لا يا اخي سلامتك. اخي بدي اسالك سؤال. تفضل. هاي البنت وين بيتها؟ ليش خير؟ بدي اياها هيك، انا كمان راح اساعدك. تمام. تمام اخي، يعطيك الف عافيه. سلم ايديك. خليني اروح واساعدها. يلا الحمد لله، سبنا فيها سواب.